ديك المرة واحدة بتقول لي دكتور الأسنان حكى لي ما تعمليش هيك. طب مع كل احترامي، أنا مع كل احترامي لجميع الدكاترة، دكتور الأسنان شو خصه في التمرين؟ وراحوا بدهم يعملوا هايك خفيف يا ستي، ماشي في البارك، هاي أنا قاعد في بارك، ماشي في البارك بس الماشي 5 كيلو، نفسك حيروح بعد قديه؟ مش بعد 5 دقايق؟ طيب أهلا وسهلا فيكم وبتمنى لكم يوم سعيد. من وين عمالكم بتحضروا؟ ندخل في الموضوع على طول. هذا الموضوع سألني فيه أكثر من حدا وأكثر من متدربة، خصوصا الصبايا. موضوع إنه إذا صبية عمرها فوق 45 سنة أو فوق 40 سنة، بيجي الدكتور بحكي لها مش عارف، يعني هذيك المرة واحدة بتقول لي دكتور الأسنان حكى لي ما تعمليش هيك. طب مع كل احترامي، أنا مع كل احترامي لجميع الدكاترة، دكتور الأسنان شو خصه في التمرين؟ هل هو مدرب؟ هل هو أصلا بتمرن؟ يعني معظمهم ما بتمرن، وسوري يعني، بس إنه تيجي إجالها يعني نرفزتني شوي، بتقول لي دكتور الأسنان قال لي ما تعملي هاي التمارين، وأنا اللي حاطط البرنامج طبعا. بقولها ليه؟ بتحكي لي ما هو لأنه برفع الكورتيزول بالجسم، فهو قال لي لازم تخفف الاسترس على جسمك. فأنا طلعت زي هيك. طب هل هو عارف كل برنامجك؟ أول إشي قبل ما يحكي ويتفلسف، هل هو عارف شو اللي أنت مريتي فيه وقديش إلنا عمالنا بنتمرن مع بعض؟ هل هو عارف كم سنة أنت بتمرن؟ هل عمل معاك سكان كامل لكل جسمك يعرف فعليا الكورتيزول عماله برفع عندك من وراء هاي التمارين ولا لا؟ بس هيك أعطاها معلومة وخافت، ومش واحدة ومش تنتين ومش ثلاثة ومش خمسة، أكتر إجوا حكوا نفس المعلومة. هلأ هاي المعلومة ليش مهمة؟ لأنه عمالهم الناس كتير بقولكم صارت مرحلة هذه الترندات والسنسيتيفيتي، وكل واحد بيطلع في معلومة، واحد بيطلع له دراسة على الفيسبوك، بيعمل ريسيرش على الفيسبوك، صارت دراسة مش عارفين أصلا من مين طلعها، بتصير الناس تآمن فيها وبتروح فايرل وبتصير الناس تآمن فيها. فياريت تفهموا هاي الشغلة، إذا أنت عمالك بتتمرني إليك فترة وعندك مصل ماس بنسبة كويسة وعندك قوة بدنية منيحة وعندك لياقة منيحة، حتى لو عمرك فوق 45 وفوق 40 وفوق 50 كمان، تمارين إذا حبيت تعملي هاي انتنسيتي اللي هي التمارين الهوائية، إذا حبيتي تعملي مثلا تروحي على كلاس بي أو خلينا نقول زومبا ولا بادي بامب ولا كروسفيت ولا وات ايفر، عادي ما فيها إشي، ما تخافي من الموضوع. ليه؟ لأنه هلا هم عايش مركزين إنه الاسترس على الجسم الزايد برفع الكورتيزول. طب إمتى هذا بصير؟ إذا أنت كل تمرينك كان زي هيك، عمالك بتتمرني 5 أيام في الأسبوع بالشهر كامل وإلك فترة طويلة عمالك بتتمرني على نفس التمارين هاي وعمالك بترفعي بالإنتنسيتي ومش عماله جسمك بعمل ريكفري، ها ركزوا لي على هاي النقطة، مش عماله جسمك بعمل ريكفري أو جسمك، طبعا هذا الحكي للشباب للصبايا، بس أنا بالعادة الصبايا هم اللي بيسألوا هذا السؤال. الجسم إذا مش عماله بعمل ريكفري حيرفع عندك الكورتيزول، بس إذا أنت نومك كويس، أكلك كويس، فيتاميناتك والمعادن اللي عمالك بتاخدها كلها كويسة وعمالك بتاخديها كلها كويسة وتمرينك جسمك عماله بيستحمله، الكورتيزول ليش بده يرفع؟ الاسترس من وين بده يجي؟ طب احنا كعمر لما واحد يزيد عمره ما هو لازم نرفع له الكاباسيتي تبعت الرئتين والقلب، دقات القلب، وحكيت لكم عن المعادلة، إذا مدرب شاطر وبيفهم وإذا الشخص اللي عماله بتدرب عنده وعي فاهم شو اللي عماله بيعمله، ضربات القلب احنا ما رح نرفعها بشكل كتير كبير، فالهاي انتنسيتي تريننج بتكون لإلهم مناسب لإله. يعني أنا ما باجي بعطي المرة اللي سألتني اللي عمرها 50 سنة التمارين تبعت الهاي انتنسيتي تبعتي مش نفسها، ممكن أعطيها نفس البرنامج بشكل أخف، مصمم لإلها، مصمم على حسب أنا بعرف وين هي الليفل تبعها ومستواها، مش أعطيها بوكس جمب إذا هي عندها إصابة بالركبة. فيجي دكتور الأسنان يحكي لك ما تتمرنيش هاي انتنسيتي لأنه الكورتيزول عندك بيرفع، حتى الهاي انتنسيتي اللي أنا كنت معطيها إياها مثلا كم مرة بالأسبوع، هي بتمرن 4 مرات بالأسبوع، فأنا معطيها مرة بالأسبوع نعطي هاي انتنسيتي، وهو مش كتير هاي انتنسيتي، كان أكتر فانكشنال يعني
بس انه اللهم مش تمارين اللي هي بتركز بس على العضلات، احنا عمالنا بنركز على شويه تمارين هوائيه، على نبضات القلب، نفتح الكاباسيتي تبع الرئتين، نشتغل على الكور اكثر، نشتغل على اشياء هيك اتلتيك. هاي كلها بتلزم للناس، وكل ما واحد زاد عمره انت بدك تكون فانكشنال، بدك تكون حركتك احسن، انت ما بدك بس تبني عضلات وتكون متيبس زي البادي بيلدرز اللي عمرهم 25 سنه. انت احنا يعني احنا هدفنا دائما لما يجي حد يتمرن معي حتى عمره فوق ال 30 بقول له احكي لي شو هدفك، وبوعيه انه الهدف بالنهايه بعد 20 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه ان انت بدك تكون فانكشنال، ماشي مع اولادك او احفادك، طالع معاهم هايك، رايح معاهم على مكان، انت بدك تكون قادر تتحرك. طب اذا انت هلا كنسلتي موضوع الهاي انتنسيتي عشان دكتور الاسنان، دكتور الاسنان حكى لي ما تمرنيش هاي انتنسيتي، وجيت طلعتي طلعه مع بناتك عمرك 55 خلينا نقول، ورحتي طلعتي طلعه مع بناتك وراحوا بدهم يعملوا هايك خفيف، يا ستي ماشي في البارك، هاي انا قاعد في بارك ماشي في البارك بس المشي 5 كيلو، نفسك حيروح بعد قد ايه؟ مش بعد 5 دقائق؟ راح تكوني مش قادره تنفسي، لا واي ما بقدر، مع انك تروحي على الجيم تمرن العضلات بس ما في نفس. في إشي كتير مهم نشتغل عليه هو موضوع النفس، كاباسيتي تبعد النفس، الواحد بلزمه كل ما كبر بالعمر بلزمه أكتر، وكل ما صغر في العمر بتكون موجودة عنده، موجودة عنده ناتشورال، لسه ما بلش يدخن عماله بركض بنطنة وضلوا يقولوا الأولاد بيلعبوا زي القرود لأنه مش داخل ولا في إشي من أنواع الاسترس تبع الحياة بشكل عام. فأرجوكم ما تخافوا من هذا الموضوع، وما تردوا على اي بوست طلع على الفيسبوك ولا على جوجل، وما تردوا على اي دكتور حكى. في ناس معين ينصح الكورتيزول ممكن يرفع عنده اذا كان هو الليفل تبعه كتير لسه بيسك، صار له مثلا خلينا نحكي واحد عمره 60 سنه بحياته ما دخل جيم، بحياته ما عمل رياضه، بيشتغل ورا مكتب طول عمره، خلص هلا قرر الدكتور قال له لازم تروح تمرن رياضه، راح يعمل رياضه، هذا الزلمه كان مدخن خلينا نقول، طيب هذا لما دخل على الجيم مش حتحطه يعمل هاي انتنسيتي اكيد، يعني ما منطقيا هون بنعطيه هاي انتنسيتي بتيجي جلطه ثانيه بموت ما حيقدر. ليه؟ لانه شوي شوي حكينا عنها في فيديو ثاني، التدرج في التمرين، اطلع شوي شوي في تمرينك، تدرج شوي شوي في تمرينك، نفتح الكاباسيتي شوي شوي، نفتح الافاق تبعت الجسم شوي شوي لغايه ما يوصل لمرحله انه يقدر يعمل الهاي انتنسيتي. فهمتوا علي؟ فشوف وين الليفل تبعك او الليفل تبعك، شوفي شو القوة اللي عندك، ولما بدك تدخلي اي كلاس او اي حصة او تعملي هاي انتنسيتي او تنزلي برنامج هاي انتنسيتي، حتى انا في برامج الهاي انتنسيتي اللي عندي على الويب سايت اول اشي بكون حاكي انه اعمل، لما واحد بده يعمل هاي انتنسيتي اعمل على الليفل تبعك، انا مش قاعد معك بس خليك انت افهم البرنامج. مثلا برنامج فيه ان اطلع وانزل اعمل لك شوية بيربيز، اذا انا حاطط لك 10 بيربي او حاطط لك بالبرنامج 10 بيربي مش قادرة تعملي 10 بيربي، قدرت تعملي 5 اوكي، عملتيهم على البنش نص بيربي برضو اوكي، لان احنا الهدف منها ان نحرك الجسم ونرفع دقات القلب شوي، هاي الهدف من الهاي انتنسيتي، مش معناها انه احنا بنحاول نقتلك واذا ما عملتي العشر عدات المقدسين هدول المكتوبين على الكتاب المقدس تبعي معناها انت خلص التمرين ما فادك. فخلينا نفهم كيف طريقة التمرين، خلينا نفهم ليش التمرين بنعمل هيك، وخلينا نفهم ليش الهاي انتنسيتي مهم للناس الكبار بالعمر. مش ما تخافوا منه، ما تهربوا منه، واحكي لكم اياها كمان، يعني كمان قصة سريعة، بعرف طولت عليكم بس كمان قصة سريعة، انه في عندي كلاينت بتحكي لي انا الدكتور حكيت لي ما تعملي هاي انتنسيتي والنيوتريشنست تبعتي حكيت لي كمان ما تعملي هاي انتنسيتي، اوكي ماشي، بتيجي مرتين بالاسبوع، هي تمرينها مرتين بالاسبوع، بكل الاسبوع بالسبعة ايام بتتمرن مرتين، يعني عندها بعد كل تمرين 3 ايام راحة، فتيجي تقولي لي ما تعملي هاي انتنسيتي عشان الكورتيزول رح يرفع، ما مستحيل يرفع عندك الكورتيزول اذا انت عمالك تعمل، بس انا ما بعطيها هاي انتنسيتي لانه هي يعني لسه الكباسيتي تبع النفس تبعها مش كويس
انه يستحمل تمارين الهاي انتنسيتي، لا عشان دكتورتها حكت هيك، ولا عشان النيوتريشنست تبعتها حكت هيك، ولا عشان دكتور الاسنان حكى هيك. اخر هم ما هي شغلتي هاي. ما دائما بقول لك اعطي الخبز لخبازه، اسمع من مدرب، اسمع من المدرب. الدنتست دكتور الاسنان روح اساله على الاسنان، مش حاجه انا افتي بالاسنان. اوكي، فركزوا في الموضوع هذا، ضيفوا التمارين الهوائيه كمان على تمارينكم، حتى لو باخر التمرين او باول التمرين بتعمل إشي يرفع لك الهارت ريت شوي. اتس اوكي، في تمارين عندنا بالبودي بيلدينج بنعملها بهاي ريبس، بنرفع الريبس مش دائما بس عشان ندمر العضله، برضه عشان نرفع دقات القلب شوي اذا الواحد كان تركيزه او بحب اكثر بس رفع الاوزان. اكثر تمارين على فكره بترفع الكاباسيتي والهاي اللي هي الاولمبيك ليفتنج، بس هاي بدها تكنيك كثير عالي وبدها قصه كثير عاليه، وبالعاده بلشوا فيها الناس مرن وهم اطفال، بس هي من افضل التمارين اللي هي طريقه الاولمبيك ليفتنج هاي اللي برفع البار وبنزل فيه وبرد بيطلع فيه وبرفعه فوق. هاي كثير بترفع الانتنسيتي، هاي من اعلى تمارين الهاي انتنسيتي، بس ما بسموها هاي انتنسيتي تريننج، هي ليفتنج اولمبيك ليفتنج، فما بيعتبروها هاي انتنسيتي. بس شوفوا واحد بنطنط شوي ولا بيعمل بيربيز هذا صار هاي انتنسيتي. احنا بنعمل حركه كثير معقده بوزن، فهاي الانتنسيتي تبعها كثير اعلى من هاي. خلينا نفهم، خلينا نعرف شو اللي عماله بيصير. وما انك وصلت معي لاخر الفيديو لهون، وصلت معي لاخر الفيديو، بشكركم 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 من اعماق قلبي. يا ريت تتابعوا القناه، واذا بدكم اي شيء اسالوني. We'll be right back.